بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الحقيقة يعني أنا يمكن تكون شهادتي مجروحة، إنما يعني بناء على رأي سيادة اللواء خالد توفيق، يعني هو يعني سعيد بيكم وسعيد بروحكم اكتر من المعدات، لان المعدات زي ما قلنا قبل كده سهل نجيب فلوس ونجيب معدات الصبح قد دي 1000 مرة، انما روح الناس اللي موجودة واحساسها بالمسؤولية هو ده اللي مهم، وهو ده اللي لاحظه سيادة اللواء واثنى عليه. وبناء على شهادته يعني هنصرف شهر مكافأة لكل الاحياء والاجهزه التنفيذيه والحمايه المدنيه والمرور والاسعاف والميه اللي مشاركين في العرض. لكن اي عرض بقولها لكم بعد كده هنصرف مكافاه لمن يفوز بان يكون متميزا. هنعمل مسابقه ما بين الاول والثاني والثالث تميزا في العرض، انما نظرا لان كل واحد شايفينه النهارده بيحاول يثبت جداره، فالمكافأة هنبقى النهاردة لجميع المشاركين. ودايما كده كل عرض وانتوا احسن من اللي قبله وانتوا اقوى من اللي قبله وروحكم احسن من كده 1000 مرة ان شاء الله.